ممثل عطوفة المحافظ الدكتور جعفر أبو صاح المحترم، سعادة رئيس بلدية طول كرم المحترم الأخ إياد الجلاد، نائب مدير الشرطة الأخ محمد أبو بكر، الإخوة والأخوات، الأسرة التربوية كافة، مديري ومديرات المدارس، زملائي في المديرية، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا. بداية يسرني الترحيب بهذا الجمع الخير من قادة مجتمع محلي وتربويين وإعلاميين، ويسعدنا اليوم أن نلتقي احتفاء بالإنجاز، وما أجمل أن نبني غدا أجمل لأبنائنا الطلبة تنسجه أحلامنا فيغدو واقعا نفخر به. لقد بذلنا كأسرة تربوية كل ما في وسعنا من جهود لإخراج هذا الامتحان الوطني بالصورة المشرقة التي نفخر بها، وقد أنجزنا ما التزمنا به بمساندة ودعم عطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية وعلى رأسها الشرطة، فكانت الهيبة والمصداقية حاضرة لأهم امتحان يجرى على مستوى الوطن، ويحق لنا أن نفخر بهذا الإنجاز المجتمعي المتميز وهذا النتاج الخير المبارك. واسمحوا لي أن أنتهز الفرصة لأعرب عن شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاز هذا الامتحان، وأخص بالذكر عطوفة المحافظ والشرطة والبلديات والمجالس البلدية ومديرية الصحة والارتباط المدني والعسكري والأوقاف وإدارة المستشفيات في المحافظة، وللزملاء وللزميلات أعضاء الأسرة التربوية من معلمين ومعلمات ومديري ومديرات المدارس وإداريين في مكتب التربية والتعليم وخاصة قسم الامتحانات. وأتقدم بالتهنئة لأبناء الطلبة الناجحين وذويهم، أما الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح فأقول أن الفرصة أمامهم في الأيام القادمة، والنجاح حليفهم مع بذل المزيد من الجهود بإذن الله، فأمام الإرادة تتحطم كل مفردات المستحيل. وأقول لأبناء الطلبة، تذكروا أنكم الأمل والوعد والحاضر والغد، بنجاحكم تزهر الحياة وترتسم الابتسامات على الثنايا، وعليكم تعقد الآمال لبناء هذا الوطن، فعليكم التقدم من نجاح إلى نجاح. والآن اسمحوا لي أن أستعرض نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة لعام 2014-2015 على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المتقدمين نظامي 2893 طالب وطالبة، وكان عدد الناجحين 2158 مشتركاً بنسبة نجاح بلغت 74.6%، وهذه النسبة فاقت النسبة على مستوى الوطن التي كانت 65.9%. والآن مع عرض أسماء الطلبة الذين تألقوا في سماء فلسطين مع الأوائل من أبناء محافظة طول كرم على مستوى الوطن، فقد حصدت طول كرم 7 مراكز على مستوى الوطن كما عودتنا دائماً. في الفرع العلمي الطالبة رانيا باسم السيد معدل 99.6 من مدرسة بنات عتيل الثانوية الرابع مكرر. في الفرع التجاري حياة صبحي أبو زيتون معدل 98.8 بنات دير الغصون الثانوية الثاني. نور وائل قحوش 98.6 بنات حليم الخريشي الثالث على الوطن. أحمد خليل الطني 98.5 مدرسة ذكور إحسان سمارة الرابع على الوطن. في الفرع الصناعي دانا عمر خريشي 97.9 مدرسة طول كرم الثانوية الصناعية الثالث على الوطن. رند رائد وحيد حمد الله 97.9 الثالث مكرر مدرسة طول كرم الثانوية الصناعية. وفي الفرع الشرعي الطالبة أسماء منير صبحة 98.6 من بنات الأوقاف الرابع مكرر على مستوى الوطن. والآن مع استعراض أسماء الطلبة الأوائل في الفروع في المحافظة، ونبدأ بالفرع العلمي. الأولى في المحافظة رانيا باسم أحمد السيد بنات عتيل الثانوية 99.6. الثانية نيرين مأمون صالح حسن علي بنات العدوية الثانوية، أو ليرين بعرفش عارف الاسم، نيرين مظبوط، نيرين 99.3.
الثالثة نورة خليل إبراهيم أبو باجي بنات العدوية الثانوية 99 عشرين. الرابع مهاب وليد جميل نجار ذكور الفاضلية الثانوية 99 عشرين. الخامس أسماء حرب أحمد حجي بنات عتيل الثانوية 99 عشر. السادس الترتيب السادس خالد يوسف أحمد عبد العال ذكور دير الغصون الثانوية بمعدل 99 عشر. السابع أشرف نادر عبد الرحيم سميح ذكور أو سميح ذكور دير الغصون الثانوية 99 عشر. الثامن منتصر سلام محمد بدران أيضا من ذكور دير الغصون الثانوية 99. الأستاذ عبد الجبار يبتسم. التاسع شروق هاني محمد دريدي بنات بيت ليد الثانوية 98 8 أعشار. أما العاشر الترتيب العاشر آلاء سمير محمد الفقهة بنات العدوية الثانوية بمعدل 98 8. ما شاء الله. طيب أما الآن مع فرع العلوم الإنسانية على مستوى المحافظة الأولى آية لطفي عبد الرزاق بدران بنات إبراهيم الخواجة بمعدل 99 عشرين. الثانية أسماء تيسير نمر رباح بنات زيت الثانوية 99. الثالث الترتيب الثالث أنسام جمال محمد نعمان أيضا بنات زيت الثانوية 98 9. الرابع سهى أشرف واصف عبد الفتاح بنات بلعة الثانوية 98 8. الترتيب الخامس سارة إسماعيل عبد الفتاح عبده بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية بمعدل 98 4. الترتيب السادس نور حسن سليم سليمان بنات فرعون الثانوية 98 4. السابع هبة محمد عبد اللطيف جدعة بنات زيت الثانوية 98 4. الثامن أنغام منذر أحمد كحلة بنات عتيل الثانوية 98 4. التاسع مرح محمد حسن عبد اللطيف بنات كفر جمال الثانوية بمعدل 98 3. أما العاشرة فهي مرح أيمن فهمك الثاني بنات النزل الشرقية الثانوية 98 3. الآن مع الفرع التجاري الأولى على المحافظة حياة صبحي عبد الفتاح أبو زيتون بمعدل 98 8 من بنات دير الغصون الثانوية. الثانية نور وائل محمد قحوش 98 6 بنات حليم الخريش الثانوية. الثالث أحمد خليل الطني بمعدل 98 5 أعشار ذكور إحسان سمارة الثانوية. الرابعة رهف بسام عالية 98 4 من بنات ارتاح الثانوية. الخامسة سوسن سيف الدين أحمد جمل بمعدل 98 3 بنات جمال عبد الناصر الثانوية. والخامس مكرر كرم وليد حسن أبو سعن 98 3 أيضا من بنات جمال عبد الناصر الثانوية. والآن مع الفرع الصناعي الأولى على المحافظة دانا عمر خريشي بمعدل 97 9 من طول كرم الثانوية الصناعية. الأولى مكرر رند رائد وحيد حمد الله 97 9 برضو أيضا من طول كرم الثانوية الصناعية. الثالثة عبير وليد مهداوي 97 6 أعشار من طول كرم الثانوية الصناعية، طبعا الصناعي كله من طول كرم الثانوية الصناعية. والرابعة هبة إبراهيم سعيد زقدح 97 عشر. أما الترتيب الخامس فكان من حظ الطالبة رشا عازم حاتم معالي بمعدل 95 5 أعشار. وفي الفرع الشرعي الأولى على الوطن وعلى المحافظة أيضا أسماء منير علي صبحة بمعدل 98 6 أعشار من بنات الأوقاف الثانوية. مبارك للناجحين ومبارك لذويهم وشكرا لجهودكم جميعا وشكرا لكل الشركاء معنا في إنجاح هذا الامتحان الوطني. ونلقاكم إن شاء الله في العام القادم.